أصدقائي الأعزاء، الأصدقاء التاريخيين للمقاومة الإيرانية، نحن نقدم شهادتنا اليوم للتقدم الكبير الذي حققه هذا الاجتماع السنوي من صراعكم من أجل الاعتراف بحقوقكم البدائية في هذا البلد، لكي تعترف فرنسا بحقوق شعبكم. هذا النضال أصبح صراع اختيار بديل للتغيير في إيران. هذا مسجل في عقلية الفرنسيين وذاكرتهم نضالا الذي أعتقد أنه قريب من النصر. الأجيال الشابة إيرانية عديدة هنا ستتذكر بلا شك بأن في صيف 2018 عندما الآلاف من الشباب والشابات كانوا قد أعدموا في إيران، كان فرانسوا ميتيران وفرنسا وكوفائها لأرض فرنسا الذي لحق اللجوء كانت تساند السيد مسعود رجوي في مجاهدين خلق، رئيس منظمة مجاهدي خلق. مسعود كان آخر سجين سياسي الذي غادر سجون الشاه فقط بعد بالضبط بعد سقوط الملكية الإيرانية. نذكر بأن خميني اعتبره بأن رجوي كان العدو الأول للنظام، لأن مسعود رجوي الوحيد الذي كان يدعو إلى نقلة ديمقراطية أمام دكتاتورية الملالي، حيث لا زالت مكائن الآليات الموت الإيرانية تبحث عنه. إنها رسائل مسعود رجوي الذي لا زال يوحي الكثير من عقول المناضلين، ولننظر جميعا سوية صور هذا الماضي وهذا النضال من أجل الديمقراطية والحرية لهذا الشعب الإيراني الكبير.